إذن كما تابعنا، القصف لم يعد يستهدف مباني بل يستهدف أحياء من شدة عزمه وقوته. أما على المقلب الآخر في جنوب لبنان، مرة جديدة أحاول الحديث مع محمود شكر مراسلنا من هناك. محمود، تسمعني الآن بشكل واضح؟ إيه نعم. نعم، يعطيك ألف عافية محمود. تتابعون هذه التطورات هناك لحظة بلحظة، وكل هذه التطورات نسأل تحديدا عن الجبهة هناك، إن كان يمكن القول أنها يعني وصفها بالهدوء الحذر. هل قبل العودة إليك محمود، معلش اسمح لي، قصف جديد عنيف مباشرة على الهواء نفس المنطقة تقريبا، نفس الشريط يتم استهدافه كما هو واضح من خلال أعمدة النيران والدخان، نفس الشريط تحديدا بشكل مستقيم، وكأنه هناك عملية رسم لحدود معينة، عملية فصل داخل قطاع غزة. شريط مستقيم يتم استهدافه بأعنف الغارات كما نتابع مباشرة على الهواء. محمود، يعني تعلم التغطية ضاغطة ومستمرة، سألتك عن حالة الهدوء الحذر لعلها تسود أم هي يعني مرجحة للاشتعال في أي لحظة؟ ما الذي رصدته لنا جنوب لبنان محمود؟ نعم، الهدوء الحذر هو التوصيف الدقيق للجبهة في اليوم السادس، وتحديدا بعد يوم أمس، حيث حصلت في هذه المنطقة وتحديدا عند تماس الحدود في القطاع الغربي ما يعرف بمنطقة الظهيرة. ونحن الآن سنذهب إلى هذه الدوريات التي هي للأمم المتحدة على الطريق، والتي غابت في اليومين الماضيين، وأذهب معك بالصورة مباشرة إلى هذه الثكنة العسكرية التابعة للإسرائيلي في فلسطين المحتلة، تعرف بثكنة زرعيت وبمنطقة زرعيت. إذا أخذنا الصور مع الزميل المصور على طول هذه المنطقة، وهذه أيضا الأعمدة الحديدية التي هي طبعا مجهزة بأحدث أنواع التقنية للرصد وللاستشعار عن بعد، غابت كليا الحركة العسكرية التي عادة ما تكون للعسكريين خروجا أو دخولا من هذه المراكز، وأيضا إلى هذا الموقع للدشمة العسكرية التي هي أمامنا مباشرة، والتي أيضا اختبأ العسكريون وراءها. الواقع العسكري هو على طول الحدود ما بين الجبهتين من الداخل إلى الخارج، يستطيع توصيفها عسكريا أنها على نقطة صفر، بمعنى إلى أن الجيش الإسرائيلي بحسب البيانات التي قام بها أنه زج إلى هنا ما يقارب 100,000 عسكري من الاحتياط، مسلحا أو مدعوما بألوية المدرعات وبطاريات المدفعية التي هي أيضا مزروعة على طول هذه المنطقة. وأيضا للمشاهد العربي الذي سيعرف معنا الآن عبر الكاميرا كيف هي التضاريس هذه المنطقة، إلا أنه بالأمس حصلت في تلك المحلة على شمالنا العملية العسكرية التي نفذها حزب الله، بالمقابل كانت المدفعية الإسرائيلية من الجليل الأعلى وتحديدا 155 في تلك المنطقة تقوم بعمليات قصف إلى الأحياء داخل البلدة، مما أدى إلى تضرر العشرات من المنازل وسقوط مدنيين بالجرحى، بالإضافة أيضا إلى تضرر مسجد. الآن أيضا غابت بالأمس وتحديدا حركة الأمم المتحدة من دوريات وسيارات، نعم، وأيضا عربيات مؤنة، لتعود كما نشاهد الآن إلى دخول هذه العربة وأيضا إلى مركزها العسكري، بالإضافة أيضا إلى هذه الدورية المؤللة التي هي على جانب الطريق الآن أمام هذه المواقع. إذا أمكننا بكاميرا الزميل لنأخذ الدورية من هذه الزاوية، هذه المشاهد كانت غائبة بالأمس، اليوم عادت الأمم المتحدة إذا صح التعبير
تزخيم وتسيير العديد من هذه الدوريات، ولكن في البروتوكولات العسكرية عندما تحصل عمليات الاشتباك أو عمليات إطلاق القذائف كما حصل بالأمس، يكون هناك اتصالات ساخنة ما بين هذه القيادة والقيادة الإسرائيلية، ثم بعد ذلك تهدأ هذه الآليات لتعود كما نشاهد الآن في هذه المدرعة التي تجتاز. كل الشكر لك حتى الآن، سأعود إليك فرز جديد من هذه التفاصيل لنعطيك الفرصة لجمع كل هذه المعلومات. أيضا حدثني من جنوب لبنان محمود شكر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.